بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 20. سليم يحب البرتقال كثيرا. سليم مبتدأ، يحب فعل مضارع خبر، وفعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. البرتقال مفعول به، كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير إحبابا كثيرا. أنا أحب التفاح جدا. أنا ضمير منفصل مبتدأ، أحب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ. التفاح مفعول به، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. هم يحبون البطيخة. هم ضمير منفصل مبتدأ، يحبون فعل مضارع خبر، والواو فاعل، وهو عائد على المبتدأ. البطيخة مفعول به، كل هذا التفاح يا فريد. كل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، هذا مفعول به. التفاح نعت لهذا، يا حرف نداء فريد منادى. التفاح لذيذ جدا. التفاح مبتدأ لذيذ خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. اشرب الشاي بالليمون. اشرب فعل وفاعل، الشاي مفعول به، بالليمون جار ومجرور متعلق بالفعل اشرب. هل تحب الشمام يا كريم؟ نعم أحبه جدا، وأنا أيضا أحبه يا عبد الكريم. هل حرف استفهام، تحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الشمام مفعول به، يا حرف نداء كريم منادى. نعم حرف جواب، أحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. الواو حرف استئناف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. أنا ضمير منفصل مبتدأ، أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير أيضا، أحب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يا حرف نداء عبد منادى منصوب لأنه مضاف، الكريم مضاف إليه. أبي اشترى رطلا عنبا. أبي مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. اشترى فعل ماض خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. رطلا مفعول به، عنبا تمييز. أبوك اشترى بطيخا كبيرا. أبوك مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. اشترى فعل ماض خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. بطيخا مفعول به، وهو منعوت. كبيرا نعت. هذا التفاح صغير جدا. هذا مبتدأ، التفاح نعت لهذا. صغير خبر، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. ما هذا يا أخي؟ برتقال يا أخي. ما اسم استفهام؟ خبر مقدم. هذا اسم إشارة مبتدأ مؤخر. يا حرف نداء أخي منادى، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. برتقال خبر مبتدأه محذوف. التقدير هذا برتقال يا أخي. يا حرف نداء أخي منادى، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. من أين أخذته؟ اشتريته من السوق. من حرف جد. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل جد بمين، والجار والمجرور متعلق بالفعل أخذت. أخذت فعل ماض والتاء فاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. اشتريت فعل ماض والتاء فاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. من السوق جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريت. من جاء إليك اليوم يا صابر؟ صاحب سعيد.
من اسم استفهام مبتدا جاء فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا إليك جار ومجرور متعلق بالفعل جاء اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل جاء يا حرف نداء صابر منادى صاحبي فاعل وفعله محذوف التقدير جاء صاحب سعيد وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه سعيد بدل من صاحبي متى جئت إلى هنا الآن فقط متى اسم استفهام ظرف زمان متعلق بالفعل جئت جئت فعل ماض والتاء فاعل إلى حرف جد هنا اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل جئت الآن ظرف زمان بفعل محذوف التقدير جئت الآن فقط ف حرف زائد قد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي هل تذهب معي إلى السوق لنشتري الليمون بكل سرور هل حرف استفهام تذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت معي ظرف مكان وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل تذهب إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل تذهب لي حرف الجر بمعنى كي نشتري فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر التقدير لأن نشتري والمصدر المؤول بأن والفعل في محل جد والجار والمجرور متعلق بالفعل تذهب الليمون مفعول به بالفعل نشتري بكل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف التقدير أذهب بكل سرور كل مضاف بسرور مضاف إليه هل تذهب معي إلى جنينتنا؟ بكل ابتياح هل حرف استفهام تذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت معي ظرف مكان وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل تذهب إلى جنينتنا جار ومجرور متعلق بالفعل تذهب جنينة مضاف نا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه بكل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف التقدير أذهب بكل ارتياح كل مضاف ارتياح مضاف إليه هل تذهبون إلى المدرسة؟ هل حرف استفهام تذهبون فعل مضارع والواو فاعل إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل تذهبون اشربوا الشاي اشربوا فعل أمر والواو فاعل الشاي مفعول به تعال يا محمود نذهب إلى الجنينة لنأكل التفاحة تعال فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت يا حرف نداء محمود منادى نذهب جواب الشرط وحرف الشرط وفعل الشرط محذوف التقدير تعال يا محمود إن تأتي نذهب إلى الجنينة لنأكل التفاحة وفعله ضمير مستتر تقديره نحن إلى الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل نذهب لي حرف جد بمعنى كي نأكل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والمصدر المؤول بأن والفعل في محل جد والجار والمجرور متعلق بالفعل نذهب التفاحة مفعول به بالفعل نأكل أنا أذهب إلى البيت لآخذ أخي ثم نذهب إلى الجنينة أنا ضمير منفصل مبتدأ أذهب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل أذهب لي حرف الجر بمعنى كي أخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بالفعل أذهب أخي مفعول به بالفعل أخذ وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ثم حرف عطف نذهب معطوف على أخذ
منصوب مثله وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن إلى الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل نذهب والله أعلم بالصواب.